فلاش سبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الفيفا تختار تعيين هيئة تسييرية للجامعة التونسية لكرة القدم، مهمتها تنقيح القانون الانتخابي وأيضا القانون الأساسي. الهيئة هذه باش يمتد العمل نتاعها حتى 31 جانفي في انتظار الإعلان على التركيبة نتاعها اللي مش باش تبعد برشا بطبيعة، مش باش تكون متأخرة في الأيام القليلة القادمة. كرة القدم دائما في سوق الانتقالات اللي تهم الصيف هذايا. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المدافع حمزة جلاسي في صفقة انتقال حر حتى جوان 2026. بتبيع اسم حمزة جلاسي نعرفوه في البطولة التونسية في عديد الأندية، في النادي الرياضي البنزرتي، في النجم الساحلي، في الاتحاد الرياضي المنسيري وأيضا النادي الصفاقسي. الترجي وجهته الآن لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري بلال أيت مالك، مطلوب في فريق الترجي بعد ما حكينا عليه في بداية الأسبوع أنه كان مطلوب من نوادي أخرى. الترجي يجدد عقد محمد أمين بن حميدة لمدة زوز مواسم حتى 2026. في النجم الرياضي الساحلي ياسين الشماخي يفسخ العقد متاعه مع الفريق، والنجم يفكر في لاعب الأولمبي البيجي ومهاجمه وسيم الشيحي. النجم يواصل التربص متاعه في العاصمة. في المقابل النادي الافريقي غدوة يدخل في تربص تحضيري في تبرقة، تربص هدايا هام لأنه المدرب بعد تربص هدايا أو في وسط ينجم يختار بتبيع القائمة اللي بش يعتمد عليها في بداية الموسم. انتقالات اللاعبين سوق نشيطة بتبيع في كرة القدم، لكن أيضا نشيطة جدا في الساعات الأخيرة في كرة اليد مع بروز مشكل بين الترجي الرياضي التونسي ومكارم المهدية بعد ما وقع اللاعب جاسر بن حسين عقد لمدة 4 سنوات مع الترجي الرياضي التونسي. دفع الشرط الجزائي تقريبا 50,000 دينار، وفريق مكارم المهدية يعتبر ذلك مضر بفريق مكارم المهدية، وكان من الأولى أنه الاتفاق يكون مع المكارم، يعني بين المكارم والترجي الرياضي التونسي مش مع اللاعب فقط. المكارم أيضا يأكد على ضرورة المرور بالنادي، عقد اللاعب مازال فيه عامين حتى 2026، ويأكد أنه إذا كان ثبت توقيع اللاعب رسميا فإنها تدين ما صدر عن الترجي من عدم احترام لتاريخ وعراقة مكارم المهدية. موضوع باش نستناو بالتأكيد تفاصيل أخرى، مش باش يمر مرور الكرام وتصعيد مكارم المهدية بطبيعة لضمان حقوقه. في كرة اليد دائما في النجم الساحلي بعد تجارب خليجية ناجحة خاصة في الإمارات مع فريق الشارقة، عودة المدرب سامي السعيدي لتدريب الفريق. في النادي الافريقي بعد عودة قصيرة للفريق، أمين بن نور يرجع للدوري السعودي من بوابة فريق الأهلي لمدة موسم. أيام تفصلنا على الحدث الانطلاق الرسمي للألعاب الأولمبية بباريس، لكن ساعات على الانطلاق الفعلي للألعاب هذه، بما أنه ننطلق اليوم في مقابلات كرة القدم اللي ديما تنطلق قبل انطلاق الافتتاح. اليوم مقابلات تهم أندية ومنتخبات عربية بالأساس. المنتخب المغربي اللي واجه المنتخب الأرجنتيني، والأرجنتين معاملة على ولادها تقريبا في مختلف المنتخبات باختلاف يعني الأعمار متاحهم. خافيير ماسك كيرانو نجم منتخب الأرجنتين هو مدرب المنتخب الأرجنتيني المغرب اللي موجودة في مجموعة العراق اللي تلعب اليوم 6 متاع العشية ضد منتخب أوكرانيا. مصر أيضا من المنتخبات العربية والإفريقية المشاركة في الألعاب الأولمبية، اليوم أيضا تنطلق التجربة متاحها في مواجهة جمهورية الدومينيكان، وهي موجودة في مجموعة إسبانيا وتلعب إسبانيا اليوم ضد أوزباكستان. المنتخب الفرنسي يشرف عليه المدرب تيري أونري بعد ما مر بعديد الأندية، يلعب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وظهور إفريقي لمنتخب غينيا ليلعب ضد نيوزيلندا. البارح عطيتكم فكرة على حفل الافتتاح اللي باش يكون سابقة في تنظيم الألعاب، بما أنه باش يكون في نهر السين، الوفود والممثلين متاعهم باش يمروا بالقوارب، باش يكون في ظل ترتيبات أمنية كبيرة جدا على ضفاف السين حتى ساحة التروكاديرو. الحفل ينطلق رسميا نهار الجمعة 6:30. اليوم في فقرة الأولمبياد اخترت أن نتحدث ونرجع معاكم لنجمة كبيرة في عالم الجمباز الأمريكية اللي كنت حكيت عليها في فترات سابقة، بنجومية غير معهودة لكن أيضا بصعوبات وتضحيات كبيرة جدا. تحدث على سيمونا بايلز اللي باش نشوفوها في الألعاب الأولمبية هذه. كان الشك حول المشاركة متاحها في قداش من جهاز بايلز باش تكون حاضرة رسميا، باش تكون حاضرة في 4 أجهزة، هي الحقيقة في طوكيو ما كانتش بالشكل اللي كنا نستنيوه. نجحها
مسابقات كانت فيها أمريكيات أخرين، لكن هل ستنجح؟ هل ستكون أفضل من طوكيو؟ نستنيو الاسم الكبير هذايا، سيمونا بايلز اللي وصلت في عمر 27 سنة. كرة القدم البارح كان الموعد مع الأدوار التمهيدية للقاءات الذهاب، ومحمد علي برمضان كان البارح احتياطي مع فريق فرانك فاروش المجري اللي كان فاز على فريق من ويلز بخمسة أهداف لصفر. دون مفاجآت الدور هذية في الذهاب متاعه على الأقل، فوز الفرق اللي نعرفوها لأنه تدخل في الدور هذية فرق مغمورة من القارة الأوروبية، مالمو السويدي ربح بالأربعة، سيوا بيوخارست أيضا بالأربعة، ستة للدينامو الدينامو الأوكراني ضد بارتيزان بلغراد بستة أهداف، ولوغانو السويسري انهزم فينرباتشي التركي 4-3. اليوم في كأس فلوريدا مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة لأحد الفرق الاسكتلندية. اللجنة الأولمبية للألعاب الإلكترونية تختار رسميا السعودية كمنظم للألعاب. من وقت ايش هو احنا في العاده نستناو البطولات العالميه ولا الدورات الكبيره هذيا على امتداد دوره ولا اثنين، لكن لمده 12 سنه او من دوره 2025 حتى 2037 لا تداول على التنظيم، والعربيه السعوديه تستاثر بالتنظيم للحدث هذايا للحقيقه للناس اللي مغرومه بالالعاب الالكترونيه. تعرف النجاح الكبير اللي تعرفه في السعوديه، النجاح وايضا الشغف نتاع المشاركين في الالعاب هذيا في العربيه السعوديه. تختلف الآراء والتقييمات بالنسبة للاعبين لاعبي القرن، شركة عالمية أو شبكة عالمية بالنسبة للقرن 21 تختار ليونيل ميسي هو الأفضل في القرن 21، رونالدو في المرتبة الثانية، في المرتبة الثالثة تيري أونري، ثم المرتبة الرابعة زيدان. نتصور أنه شركة فرنسية مدام دخلت تيري أونري في المرتبة الثالثة، لأنه نتصور في القرن هذي 21 فما نجوم كبار، فما مودريتش في المرتبة الخامسة، مبابي في المرتبة السادسة، أندرياس إنيستا السابع، الثامن ما كان ما نجم يكون كان تشافي لأنه مربوطين ببعض من إنيستا وتشافي، ثم نلقاو بقية الأسماء، فما رونالدو نازاريو داليما الظاهرة بتبيع هذي البرازيلية في المرتبة التاسعة، ثم بقية الأسماء بطبيعة حوار يتواصل هل أنه رونالدو الأخير في القرن 21، هل أنه ميسي، لكن الحقيقة ممكن للناس اللي تحب رونالدو كيفين ميسي تشفع له الألقاب اللي خذيها في آخر المسيرة متاعه، سوي كاس العالم ولا بالنسبة للكوبا أمريكا. حوار متواصل مش يوفى بالقرار أو بالكلام والترتيب اللي خرجته الشبكة هذية. هكا وصلت معكم لختام الموعد هذايا، بتبيع مواعيدنا تتواصل في مختلف المواعيد اللي تعرفوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.